مرحبا بكم. اليوم غادي نتكلموا على الرضاعة الطبيعية في إطار الألف يوم الأول من الحياة، اللي هي واحد الحملة كتقوم بها وزارة الصحة مع الاندهاش خلال هذا الشهر إن شاء الله. الرضاعة الطبيعية معنيتها أننا خصنا نعملوا كل ما في جهدنا باش نرضعوا المولود أولاً مبكرا، يعني في ذاك الساعة ولا ساعة الأولى من مرور الحمل خصنا نعاونوا السيدة باش ترضع المولود ديالها، وأن الرضاعة تكون مطلقة. وهذه مهمة، نقطة مهمة بزاف. شنو معنية الرضاعة المطلقة؟ أن السيدة اللي كتعطي الثدي ديالها، يعني كترضع الطفل في الثدي ديالها، خصها ما تعطيه حتى حاجة أخرى معاه، ما تعطيه لا الويزة، ما تعطيه لا ما، ما تعطيه لا حاجة أخرى. الحليب ديالها بحدو كافي للطفل باش يكون النمو ديالو طبيعي الى غايه 6 شهور. بزاف ديال النساء تيصحاب لهم واش اذا كانوا تيرضعوا خاصهم بقاو يعطيو الماء، هذا خاطئ، لان الطفل تيرضع الى جاع تيرضع الى عطش. بزاف ديال النساء تيصحاب لهم ايضا ان الحليب ديال الام غير كافي باش يكون نمو طبيعي، هذا ايضا خطأ، لان الحليب الام الدراسات كلها بينات على نفس الشهور الاولى الحليب الام بوحدها كافي باش الرضاعة تكون كافية للنمو ديال الطفل. الخطأ اللي سيقعوا فيه بعض النساء خاصة اللي ولدوا اول خطرة، انهم تيقارنوا الاطفال ديالهم مع واحدين اخرين، هذا ايضا تيؤدي القلق ديال العيالات. إذا لقات مثلا الطفل ديالها تيبان قليول على الطفل الاخر، خاصها تلتجئ للطبيب ديالها ديال الطفل ديالها ولا المستوصف، لان احنا حاجه وحده اللي كتقول لنا واش الطفل مزيانه ولا لا هي منحنى النمو ديالو. كنوزنوه تنقلبوه تنشوفوا النمو ديالو بالنسبه لذاك المنحنى ديال النمو اللي في الدفتر الصحي، ما حدو طبيعي، راه داكشي اللي كتعطيه راهو طبيعي. هذا كيعاوننا باش نطمئنوا الام وباش نوضحوا لها باللي راه الطفل ديالها ما محتاج حتى شي حاجه اخرى. هي ايضا حاجه طبيعيه ان النساء خاصه اللي ولدوا اول خطره تيقدروا يلقاو بعض الاشكالات في الاول ديال الرضاعه، سببها ان الراس ديال الثدي ما تيكونش باين مزيان، او لسببها ان السيده مازال ما كتعرفش تهز الطفل ديالها بطريقه سليمه، او مازال ما كتعرفش تعطيه الثدي بطريقه سليمه. هذه حاجه طبيعيه واجب علينا احنا كأطقم طبيه وكأطقم تمريضيه اننا نعاونوا هاد الامهات من الساعه الاولى ديال الولاده ديالهم باش ان يتوفقوا في هذه العمليه ديال الارضاع. لانها حنا تنقولوا دائما في مجال طب الاطفال واحد الجمله مهمه بزاف، كيصحاب الناس واش الامهات كيخلقوا عارفين حافظين كيفاش يرضعوا، هذا خطا. الامهات يمكن كاع النساء اللي ولدوا اطفال عندهم غريزه اللي كتحتهم باش يرضعوا، ولكن التقنيه ما عندهمش. التقنية راه خصنا حنا نعاونوهم باش تكون عندهم. التهادو دي رومور خاطئة، علاش؟ لأن خصنا نعرفو شنا هي كيفاش الحليب كيتصيب، حليبة الأم كيفاش كيتصيب. راه هي ربي سبحانه وتعالى يدير واحد المصنع عجيب في الذات ديال الإنسان اللي هو اللي كيصيب الحليب. داك المصنع الا بغينا نقولوا الموتور ديالو فين كاين؟ كاين في الدماغ ديالنا، في الدماغ. هذاك الموتور اللي في الدماغ شنو اللي كيحركو؟ المازوت ديالو شنو هو؟ هي عمليه الارضاع. ما حد ما عمليه الارضاع كثيره، ما حد ما داك الموتور تيخدم بزاف، ما حد ما الحليب كيكون كثير. يعني السيده الا رضعت جوج مرات غتكون عندها واحد الكميه الحليب، وحنا اللي كنحتوها انها ترضع 8 الخطرات في النهار. في الاول ماشي حتى 8، في الاول فين ما بكى الطفل تعطيه يرضع، هذه هي الوسيله باش داك الموتور غيخدم ليها مزيان في الاول. وبالتالي الا كانت كترضع جوج الاطفال راه العدد ديال الرضعات غيكون اكثر، وبالتالي العدد كميه الحليب غتكون اكثر.
يعني واخا السيده يكون عندها توامر بامكانها ترضعهم رضاعه مطلقه بالحليب ديالها، لان عدد الرضعات هو اللي كيعطينا الكميه الحليب. بالطبع هاد السيده خصنا نساعدوها، الا كانت في البيت ديالها خاص يساعدوها الناس. الحمد لله حنا عندنا الاسر كتلم حول السيده اللي ولدت، الام ديالها ولا الام الزوج ديالها ولا الاخت ديالها ولا الاخت الزوج ديالها الى اخره، باش ملي تكون كترضع واحد الطفل الاخر راه مقابلو شي حد. وحنا تنعلموا النساء كيفاش يرضعوا، حتى الا بغاو يرضعوا جوج الاطفال في خطره واحده راه بامكان لها ترضعهم. كاينين التقنيات انها عوض ما تهز بحال هكا جوج يدين، انه كدير كل واحد من تحت يديها، كنديرهم الخديات باش كيتوسدوا، وكل واحد تيرضع في واحد من السدي ديالها، واحد كيرضع في اليمين واحد كيرضع في الشمال. يعني راه اذا بغات السيده ترضع بصفه مطلقه جوج توام راه بامكانها ترضعهم بدون عائق. لان الرضاعه المطلقه راه ما مهمهش غير داك الطفل، راه مهمه للجميع، لانها اقتصاديا مهمه، غنمشيوش بقا نشريو الحليب. صحيا مهمه، لان الطفل اللي كيرضع رضاعه مطلقه ما تيتصابوش العدوى ديال الميكروبات، اولا كتصابو بصفه نادره بالنسبه لهذاك اللي كيرضع شيء في الثدي ديال امو. دونك اقتصاديا مهم بزاف الاسره، ما يبقاش كل نوبه غادي كيدوزو كيشريو الدواء. وايضا ربح ديال الوقت، لان باش نديرو حليب اصطناعي خصنا نطيبو الماء ونعقمو الرضاعة ونوجدو مع الجوج ديال الليل ونوجدو مع الثلاثه ديال الليل. الرضاعه الطبيعيه الحمد لله هي في الثدي ديما موجوده، خص غير السيده تكون معاونه ومرتاحه وبتغذيه جيده وبصحه جيده باش بامكانها ترضع الرضيع ديالها. والحليب ديال الام يمكن لينا نحافظوا عليه بطريقه سهله، حيت بعض النساء كيقولوا لنا واذا بغيت نخرج ولا غنمشي للحمام ولا غنبدا الخدمه، خاص السيده ملي تكون مرتاحه وجالسه في دارها منين يرضع الطفل داك الحليب تيشاط في الثدي، يمكن لها تجرو بصفه نقيه وتخبيه في الكونجيلاتور. الحليب يقدر يبقى لنا في الكونجيلاتور حتى 3 شهور، ومنين تكون خارجه اللي خلات عنده الرضيع ديالها يمكن لها يمكن له يشد هذاك الحليب يخرجه من الكونجيلاتور يخليه حتى يديكونجلا بوحدو، او لا يديرو في حمام مريم ويعطيه للرضيع ديالها. هذه افضل وسيله باش يمكن لينا نحافظوا على الرضاعه المطلقه.